متتبعي ومحبي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم. سعيد باللقاء ديالكم في هذه الشقة الجديدة وهذا العدد الجديد. تحية طيبة لكل الزملاء اللي التحقوا بنا مؤخرا في هذه القناة. كندعوكم جميعا إذا تكرمتوا ضغطوا معنا أولا على زر الإعجاب لهذا الفيديو، وكذلك إذا كنتم غير مشتركين اشتركوا معنا، لربما شي نهار تلقاو عندنا العقار اللي كيناسب التطلعات وكيناسب كذلك التصورات ديالكم. شقة موضوع اليوم كما كتشوفوا معنا هي شقة متميزة، جبناها لكم من القلب ديال حي أليونس مهدية. شقة متواجدة في واحد العمارة مكونة من ثلاث طوابق وكل طابق فيه شقتين فقط. الشقة المساحة ديالها هي كما كتشوفوا معنا في الشاشة هي 84 متر كاري. هاد 84 راه مقسمة على شكل غرفتين، تبارك الله، غرفتين كبار، من صالون، من سيجور، من مطبخ وحمامين. حمام اللي متواجد في القلب ديال الدار، الحمام المشترك، والحمام الثاني هو اللي متواجد سويت بارونتال. متميزة الشقة اللي كتشوفوا معنا اليوم بالإطلالة ديالها، فهي عندها إطلالتين أو واجهتين. الواجهة الأولى من الشارع ديال 15، والواجهة الثانية من الشارع الكبير، الشارع المشهور في هذه المنطقة ديال أليونس مهدية، هو شارع 40 أو 45 متر. متميزة بالموقع ديالها استراتيجي كذلك، فهي متواجدة في هذا الحي ديال أليونس، بالضبط مهدية جوج. هذا الحي تبارك الله اللي من حده هو كيعمر وهو غادي كيزيان، فيه كل المرافق الضرورية وكل ما يحتاجه الفرد في الحياة ديالو اليومية، لا من محلات تجارية، وسائل المواصلات، وكذلك المسجد والمدارس لعمومية وخاصة. هاد الشقق اللي كاينة في أليونس مهدية مازال لحد الآن مازال الأثمنة ديالها راه جد مناسبة. وكمثال هاد الشقق هذه اللي كنعرضوا لكم اليوم، فهي شقق معروضة بواحد الثمن اللي هو جد مناسب. الثمن ديالها هو ابتداء من 48 مليون، قابلة للتفاوض بطبيعة الحال مباشرة مع صاحب هذا العقار. إذا كنتم مهتمين بهذا النوع من العقارات، سواء في هذا الحي ديال أليونس مهدية وكذلك في أحياء أخرى، ما عليكم إلا تواصلوا معنا على الأرقام المبينة على الشاشة، حنا راه الإشارة ديالكم طيلة أيام الأسبوع، سواء الاستفسار وكذلك طرح الأسئلة، ولما لا الزيارة الميدانية اللي غتكون أفضل وغتكون أحسن. شكرا للتتبع ديالكم، شكرا للتعليقات ديالكم الإيجابية، مرحبا بكل الملاحظات ديالكم، وإلى الفيديو والشقة القادمة بحول الله. شكرا والسلام عليكم.